جايب الخبر من بلاد بعيدة
صوات صافية كتوصل من الحباب في الداخل وخارج نعمة من عند الله تترجع لبعيد قريب لاش قلم حنا الكلام سامعو باتصال السلكي صنعوه العلماء أصحاب العقول أفكار الوهب نافع للإنسانية اليوم وعصرنا زربان وبنادم تلفان مع الزمان جري عليا نجري عليك قالوها ناس اللولين الله يتبتنا على الشهادة قولوا آمين وأنا يا ساداتي نعيد لكم كيف جرى الخصام بين هواتف تعايروا ها هو بالتفصيل بلا افتخار عندي البورتابل شاعل في جيبي بعد سرسر خرجتو للجواب بلطفة حطيتو نجاور التليفون اللي قديم سما وتابت يا فهيم سرحت الجريدة بديت نقرا وحدي في البيت والسكوات مخيم حتى سهيت نسمع في الحين غوات ناض حامي وكبر بيناتهم جابد معيار متبادل بجهار سخاولي نحكي تمعنوا يا حضرة الهاتف المحلول مع السام السلطان قام هاد المعيار زايدوا في الهضرة سر وانا مشغول في الاول ناض المحمول كاي سر وانا مشغول مع الصفحة الرياضية ديال كاس العالم من اللي مشيت نسمع من ناداني كان شوف تابت زعفان بدا يعاير خارج الحوال تم قايل ايا البورطابل خبرني بعدا منين طحتي وتزويتي بحال سراق الزيت نعني لا دويتي غير الشنعة اللي ديتي وانت شايط في الزناقي عند الولاد الصغار حين ظلام الليل بيك لعبو طاب الفول يا قشي وش عاشور الناس بيك تلفات والحواديت زايدة في الطرقان سببها انت يا عرق النحس للجوامع داخل وعلى المؤمنين شوشتي في صلاتهم محسوب شيطان رجيم ما توقر حرمة ولا مقام غادي صايق بلا الجام امزاح مفصيكان مع الدهنة والماكياج عند الشيخات الولعات وبنات الموضع يقفزوك في الشوارع ما يحشموا الو الو تشاو عملوا مواعيد خاوية ما درتي ما يليق العروبية في الشوارع زلوب وعلى حميرهم يشعلوك اشوف الكياف كايزمتك في الشكارة مع التنفيحة والسبسي طويل والشاب المزلوط يفايش بيك على البنات يتكلم قدامهم ألو اسمعوني نهار الخميس غادي للطليان في ميلانو نخدم باش نشري سيارة واعرة ونجيب زعرة بهرة
حدايا تركب ماشيغي وانا بها نسوق هدي غير حلام طايرة في الهواء. اسمع يا المحمول حامل الكدوب تدخل وض بين الراجل مع مراته داير كيف الحجاب والتعليقات حت الجناب التعليقات حت الجناب ما تدوي حتى تكون واكل البطايق خالية وقصيرة في عمرها كل ساعة فضح راسك زودني بالطوراني خويت ترجع فيك الروح يا المغرور إلى جعتي ما توصل الخبار أو سرقك الشفار كيبيعك في الجوطية تضيع النمرة. شوفني تابت وتابت من خصاي البرار أحكيك البزار في السويقة منك عرام كيف الخضراء مين هديك المحمول معتب تصدار قام هاد المعيار حاضر ليهم زايدو في الهضراء. بالزعفان جاوب التابت بالبيان ما حشمتي ما راعيتي في الركينة منسي هذا شحال بان عليك الشرف يا المشلول ما تمشي ما تجي بخيوط مكتف زايدة الفضيحة فوق السطاح وانت يا زعما قديم وخشيم سرك تلاح مع لا في راي ديال هتلر ودنيك مقلشين رفعوا سماعة مخير شيشة مع طوبة 20 عام ما يتفرز صوت الكلام ما يتفرز صوت الكلام سرسارك سخفان ما يسمعوا شي آدمي قريب ولا سمعوا بعدان كايصيب النمرة غلط يا الغلط شوف الخفة مع الضرافة داخل بين النهود وبنات الوقت من الشهود وبنات الوقت من الشهود وانت عايب وتقيل بحال ميزان الفاخر خاصك حرقة بالنار ما تخلي أطار الاستعمار مشى خلاك فيك الشعرة داز ايامك في الحروب شاعلة باستمرار الوخد المشرار وارتيلا فيك تعشش عامر غبرة مين هديب المحمول معتب الصدار قام هاد المعيار والحاضر ليهم دايتو في الهضرة. نسمع الخصام كانت فراجة يا الكرام بقيت فاهي نسمع الخصام كانت فراجة يا الكرام دخلت بخيط بيض كل واحد شديت بخاطره وتفاجا الخيار قلت لهم انتم بزوجي لايقين
في حياتي ما ندوزكم. سمعوني يا صالحوا قدامي وبدأوا بالسرسير اشتفقوا جميع مالين الدار. حكيت لهم ما صار كتبوا في قسامي قصة للي يقران كي يعرفوني ناس الدوق والمعاني الكبار. واسمي يا حضار في الحروب اسماعيل هزم قوم الحقران. ونسب علوي فنان ما نبالي بشرار سلسلي شهار رايس الفوكه هاندري نغام الوتران. عملت سيكان جمال قصيدتي وسوسي مختار في القياس والعبار. عمشت بك زايد أليف حساب الشعراء في الربيع الثاني سبعة مأرخة بالمعيار كيس اللي الفكار وهبوا مولانا الكريم مول القدرة. ما يهموني قشور الحوت من بنادم طرطار أو جيب المكار في الزريبة عندي حصل في قاع الحفران. وإسلام نهيبو للسامعين في كل قطار بنسامو الزهار كذلك الجمهور الطويل بنور القمر. الهضره